مرحبا فيكم بحلقة جديدة من DLM، معاكم غيث، واليوم رح أحكيكم عن أسباب فشل أول مشروع تجاري إلي أونلاين. عسى تجربتي إنه تفيدكم في تفادي بعض الأخطاء يلي أدت لفشل أول تجربة تجارية إلي أونلاين. خليكم معنا. أول مشروع تجاري فتحته كان عبارة عن بيع مجموعة زيوت عطرية مشكلة، وقراري هاد كان مبني على أبحاث بدائية عن أكثر المنتجات المرغوبة أونلاين والترند بهديك الفترة. فشفت فيه عليها طلب كبير وقلت لحالي خليني أجرب بما أنه الطلب عالي. فرحت شفت بكم عم تنباع على مواقع أمازون وإي باي، وشفت انه سعر الطقم لعلبة فيها مجموعة زيوت عطرية بيتراوح بين ال 11 وال 15 دولار بشكل متوسط. قمت رحت على موقع علي بابا المشهور في بيع الجملة، وبدأت ابحث واتواصل مع موردين ومصنعين لهيك نوع من الزيوت العطرية. وبعد بحث دام ايام توصلت لمصنع في الهند اعطاني سعر افضل من الصين وارخص بدولار واحد، وبلغت تكلفة علبة الزيوت العطرية علي من المصنع 4.5 دولار، مقارنة بالسعر في الصين اللي كان أقل شي شفته 5.5 دولار. فقلت لحالي ممتاز، أكيد هالشي هاد رح يحقق لي أفضلية على المنافسين يلي أغلبهم بيشتري من الصين، وبيضل عندي هامش ربح فوق 6 دولار إذا بعت ب11. وفي ظرف أسبوع عملت لوجو وبعته للمعمل في الهند، واتفقنا على تصنيع 150 علبة بشكل مبدئي يلي هو كان أقل عدد ممكن لطلبية بسعر الجملة. المهم عملت الطلبية، وبعد تكلفة الشحن والتخليص الجمركي وصل سعر تكلفة البوكس واصل لعندي 6 دولار. قلت خير وبركة، لازال لسه في هامش ربح حوالي 5 دولار بالعلبة في حال بعت على أقل تقدير ب11 دولار. ومالكم بالطويلة، طلبت المنتج ووصلت الطلبية لعندي في البيت 4 كراتين كبار، ما عرفت وين بدي روح فيهم، وهذا كان أول خطأ لي التخزين. المهم فضيت لهم محل بالبيت وقلت لحالي بس ينباعوا بيفضى عندي المكان، خليني أتحمل هالكم أسبوع. كنت متفائل أني رح بيع بكم أسبوع. رحت عملت صور للمنتج ونزلته للبيع على موقع اي باي بسعر 13 دولار، قلت خليني يكون بالوسط يعني بين ال 11 وال 15. عدى اول اسبوع والتاني ما في ولا بيع، وصل تصنيف الاعلان تبعي في اي باي لاخر صفحة. فقلت لحالي خليني نزل السعر ل 11 دولار، عسى ولعل يتحرك شوي البيع وبعدين برفع السعر. بعد اسبوع والله اجتني اول بيعة، وفرحت على حالي كتير، غلفتها ورحت على البريد لادفع عليها تكلفة الشحن. وهون كان خطأ التاني، تكلفة الشحن بناء على ابعاد البوكس مع التغليف كان حوالي 4 دولار. وصل سعر تكلفة البوكس الواحد علي 10 دولار. وعدى كم يوم يا جماعة الخير وما في بيع، وعدد المبيعات كان ما بيتجاوز البيعتين ثلاثة في الاسبوع. على هالحالة هاي ما بنفق الكراتين المكومة عندي في البيت لشي سنة ونص، وعلى شو مربح دولار واحد على البوكس؟ والمشكلة انه في كتير منافسين تانين بالسوق عم بيبيعوا نفس المنتج من فترة، وصار عندهم تقييمات عالية وترتيب اعلانهم على اي باي في الصفحة الاولى. فحسيت حالي ابتليت وما عاد اعرف كيف بدي نفق هالبلوة يلي عندي واخد مساحة في هالبيت. فقلت مالي حل غير اني بيع بسعر اقل من سعر السوق وبسعر التكلفة، وبدأت البيع بسعر 10 دولار للبوكس، وما كان في حدا على اي باي بيبيع بنفس السعر، خاصة مع اقتراب موسم الاعياد بهداك الوقت، والكل بلش يرفع الاسعار شوي بسبب زيادة الطلب. ولكن انا قررت بيع بسعر 10 دولار حتى نفق هالبضاعة اللي عندي، وبدأت تزداد المبيعات لعلبتين ثلاثة باليوم، ومع اقتراب الكريسماس صرت بيع بحدود 10 علب يوميا. ووصل تصنيف الاعلان تبعي على الاي باي للصفحة الاولى واحيانا في المركز الاول بالصفحة الاولى مع تقييمات زباين جيد جدا. وكان هدفي اني بس بيع ورجع رأس مالي، وهذا كان الخطأ الثالث، هو ان البائعين اونلاين بيكافحوا مع دفع فلوس على الاعلانات ليصلوا للصفحة الاولى، وبس تصل للصفحة الأولى ممكن زيادة السعر لبدء تحقيق أرباح حتى لو كان دولار واحد للعلبة، بمعدل بيع أكثر من 10 علب يوميا، يعني 10 دولار صافي ربح يوميا أو حوالي 300 دولار شهريا كمعدل وسطي. بس طبعا كان هدفي هداك الوقت
اني بس اخلص من البضاعة يلي اخده حيز عندي في البيت واطلع برأس مالي. بالمختصر، قبل ما تطلبوا اي منتج لازم تعرفوا بالضبط سعر تكلفة المنتج، مو بس واصل لعندكم وانما واصل لعند الزبون. بالاضافة لدراسة المنافسين في السوق، فوجود طلب عالي يعني كمان وجود عدد كبير من المنافسين يلي بيخلي منتجكم غير مميز عن البقية. والطريقة الوحيدة لتنافسوا فيها في السوق هو التميز بالسعر فقط يلي رح ياكل من هامش الربح بشكل كتير كبير. بالإضافة، هل هالعملية هاي مجدية؟ بمعنى بتستاهل التعب؟ فكل هالركض والملاحقات ومتابعة الطلبات، هل الربح بيستاهل التعب؟ وهي كانت بكل بساطة أول تجربة متواضعة إلي للبيع أونلاين. أرجو أن تكون الأخطاء يلي وقعت فيها درس مفيد لجميع المبتدئين أو يلي مفكرين يدخلوا عالم التجارة الإلكترونية. وإذا في عندكم تجربة نجاح أو فشل في التجارة أونلاين، أرجو أنكم تشاركونا تجاربكم بالتعليقات حتى تعم الفايدة. وإذا في عندكم سؤال، أكون دايما سعيد بالرد على جميع استفساراتكم واقتراحاتكم بالتعليقات. إذا استفدتم من حلقة اليوم، أرجو دايما تدعمونا باللايك وتشتركوا بالقناة حتى يصلكم دايما كل شيء جديد ومفيد في عالم الانترنت والتسويق الإلكتروني. شكرا مرة تانية لمتابعتكم، معاكم غيث، ومنشوفكم بحلقة جديدة من ديالهم. السلام عليكم.